الحلقة الجاية من طرف تاني. أنا تورطت مع جماعة إرهابية. أنت عايز مني يا بيسك؟ وشكلهم بيدوروا عليا. ما أكيد طبعا بيدوروا عليك. وأنت فاكر إن هم هيسيبوك في حالك بعد ما عرفت سلوك؟ أنا عايزك تكوني مبسوطة. أنا لما جيت يوسف أنا لازم أمشي دلوقتي حالا. خليني أتكلم في الموضوع ده بعدين. طرف ثالث يوميا طيلة شهر رمضان المبارك 5 المساء على الجديد